لطالما انتظرنا مقابلة نور ستارز مع كارول ضمن برنامج هاجي تريل ويد كارول، والحلقة نزلت على يوتيوب اليوم، حيث كشفت نور عدة أسرار خلال الحلقة، وكشفت عدة أمور كانت غامضة، من بينها سر البرتقالة المعفنة، حيث حكت نور ستارز أن كل الناس صارت تعرف مين البرتقالة، مشيرة إلى غيث مروان، وأكدت صلحها معه من بعد ما اعتذر منها غيث بطريقة جدا محترمة حسب ما حكت. وهالصلح كان قبل فترة طويلة، حيث شفناهم مع بعض بعدة فيديوهات قبل فترة. ليه برتقالة؟ ليه مش مثلا بطيخة أو موزة أو ما بعرف أي شيء تاني؟ أنت بتدوري مشاكل أنت؟ لا خلص صلحته. ستي خلص هلا هي برتقالة. تبي انا بعتقد الكل خلص صار بيعرف بلا المعفنة، لانه عن جد هي البرتقالة يعني، وبالنهاية يعني اجا واعتذر وحكى معي وتصافينا وقعدنا مع بعض، وكثير كان الاسلوب والطريقة محترمة. وبالحديث عن غيث مروان فلساته متواجد بقطر، فمن بعد تصويره مع أسامة مروة والشلة لفيديو أسامة الجديد من هناك، شارك هالستوريهات اللي رد فيها على تساؤلات الجمهور عن سبب اختفائه طوال اليوم. لو طيب اشرح لكم باختصار، سو امبارح جينا كل الشله، جينا على قطر حضرنا مباراه الامارات واستراليا، واليوم كان عندنا تصوير من الصبح يعني، في بنات فاقوا على 5 الفجر مشان يحطوا ميك اب، ونحن فقنا على 8 مشان عندنا تصوير على 8 لانه نحن شباب بنفي امتى ما بدنا. الفيديو حيعجبكم، والفيديو اللي صورناه اليوم كتير خطير حينزل عند اسامه كمان حيعجبكم. خلصنا التصوير هلا من شوي، وبكره راجعين على الامارات، سو ما كنا عم نصور لان ما كان عندنا نت اول شيء، وثاني شيء لان قضيناها تصوير. حتشوفوا كل شيء انتم بعد 3-4 ايام تقريبا، بس انا بكره حنزل فيديو ان شاء الله، لان بكره مسافر فحاول انه نزله بالليل بس.